المشكلة إن المجتمع فيه فعلا ناس كتيرة جدا حاسين بالمأساة اللي أنا فيها. كلمني مدرس رسمي دلوقتي، أنا مش حاسكه باسمه خالص طبعا لأن احتراما ليه يعني، ولكن أنا حسيت قد إيه هو مهتم بالأدوية بتاعتي وكده، هو من المحافظة مش من القاهرة يعني، مدرس رسمي. فأنا قلت له بالظبط، وحبيت أعمل الفيديو ده عشان خاطر الناس تقول إن أنت الشخصية، أنت في المجتمع انت الامن زي ما يكون نفسك ومش عايزك تطلع للنور. وانا قلت له ان انا دخلت السجن كتير وانا في الجيش، وخدت الكارنيه بعد 8 سنين من تخرجي، وانت مصر برضو على الفن ومؤمن بالفن وعايز تعيش حر وعايز تعيش حياتك، فانت هتموت على حرية التعبير والفن. فانت هم بيحاربوك علشان ايه؟ عشان نفسك قصير؟ لا، نفسك يعني هيفضل يحلم حتى لو طلعت السماء وموت ارسم حاجات واعمل حاجات يلا شدوا حيلكم. فالرسم والرسم قلت له اكيد انت عندك، انت الرسم في تقييد لحدودك، انت ترسم ايه؟ التصوير هترسم ايه؟ ما انت عندك انت حاجات يعني كتيره محظوره عليك، وانت لو رسمت حاجه يقول لك انت قصدك كذا. فاحنا بشع. قلت له هذا الكلام كان بيحصل في اوروبا في العصور الوسطى تحت اسم حاكم تفتيش الافكار او الهرطقه او الزندقه، خد بال حضرتك. فاحنا عايشين 500 سنه متاخرين، احنا عايشين 500 سنه متاخرين، احنا عايشين عقليه امنيه بشعه وعقليه ناس بيشتروهم فلوس. انت عشان تطلع في قناه لازم يكون معاك فلوس، علشان محمد رمضان، مع احترامي يعني انا استاذ محمد رمضان يعني خد بالك، وانا يعني ممكن اسنده، بس انت بيسوق انت معاك فلوس قد ايه اخد بالك. فالنقيب ما يقدرش، هو مكسور عينه، مش النقيب، هو مش نقيب، هو 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 صور وموجود محتل يعني مش موجود بشكل رسمي يعني. بس ده صول، انت عارف انت 10 جنيه هات 20 جنيه كده بتدي له 20 جنيه وخلاص، بتمثالي 20 جنيه زياده شويه. فهو هو صول فبيشتري الذمه بتاعته. فانما عشان خاطر يعامل ناس كبار اخد بال حضرتك، يعامل الناس اللي هم هو موجود وعامل نفسه اب ورمز وبتاع، بس يعامل الناس كلها زي بعض، لا مش موجود ده. علشان كده كويس ان انا قلت هذا عشان اوصل الصوره بتاعتي، واتمنى انا ما اكونش ازعجت حد، واتمنى الناس تتفرج. ومعلش كده احنا بس نوضح الامور وهنفضل نوضح الامور ان شاء الله، وهي الامور واضحه، وانا عارف ان في ناس كتير هتكلم واتكلموا يعني، افتحوا كده واتكلموا وربنا يسهل. نشوف قناه وائل الابراش دي هتتجرأ ولا مش هتتجرأ. واحد كده كلمني وبعدين مات باين اتصل بأمن الدوله ولا اتصل بالصول اشرف شفشف، قالوا لا لا بلاش ده هيفضحني. فانا شاركوا الفيديوهات دي يا جماعه وفضحوا الصول شفتشي، الصول شفتشي، والامين صاصه، امين مصاصه، احمد صيام. خلينا متجرئين كده، شويه عقارب وشويه ناس بتوع ابر وشرهم في نحرهم باذن الله.